في وقت تسعى الدول النامية للحد من نسبة الإنجاب في بلادهم، ترغب إيران في مضاعفة عدد سكانها إلى 150 مليون نسمة بحلول العام 2050، في مواجهة نسبة خصوبة منخفضة ومعدلات طلاق مرتفعة باتت تهدد التركيبة الديموغرافية في إيران. في بلد يدعي أنه مثال نموذجي، الطلاق هو مصير ثلث الزيجات في العاصمة طهران، إضافة إلى التفاوت الكبير الذي يسجله عدد المواليد لكل امرأة، حيث انخفض المعدل من 7 إلى 1.8 خلال 20 عاماً، وهي معدلات أقل مما هي في بريطانيا. إيران، وعلى الرغم من كونها لا تزال بلداً شاباً بالمعايير الغربية، إلا أن متوسط عمر السكان بدأ يزحف نحو الأعلى، والنمو السكاني الذي اقترب من 4% سابقاً يحوم اليوم حول 1%. استبدال شعارات بشعارات هو كل ما تقوم به إيران كحلول لمشاكلها برأي معارضين للسياسة الإيرانية، فجذور المشكلة الحقيقية لهذه القنبلة الديموغرافية ترجع إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل، وإيجاد الحلول يتطلب تفادي المشاكل التي تدفع بالناس على عدم الإنجاب. معي في الاستوديو الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني مسعود الفك. أستاذ مسعود، مرحبا بك معنا في الخامسة. لماذا تريد إيران رفع عدد مواطنيها؟ تعرف إيران هي في وسط من ناحية المذهبية في منطقة الأغلبية أطرافها دول هي سنية، عدد سكانها سنية، وفي الوسط هي البلد الوحيد الذي يمكن نقول بأنها دولة شيعية. هذا عامل، وعامل آخر، إيران قد تتخوف من حروب مستقبلية، بما أنها النظام في إيران نظام مؤدلج وله مشروع، وهذا المشروع قد يتم مواجهته عسكريا من قبل الآخرين، لذا تهيئ نفسها للدفاع عن هذا المشروع والتهيؤ لأي طارئ يحصل في هذا المجال. نعم، طيب، ولكن لماذا بات الإيرانيون يعزفون عن إنجاب الكثير من الأطفال في الفترة الأخيرة؟ هناك عوامل عديدة تلعب دور أساسي ومحوري في عزوف الإيرانيين عن إنجاب الأطفال. ارتفاع البطالة، تدني مستوى الخدمات في البلاد، هذه الأمور هي عوامل مهمة جدا في عزوف الإيرانيين عن إنجاب الأطفال. والعامل الأساسي الذي يواجه أيضا مشروع إيران لارتفاع عدد السكان في الداخل، إيران سوف تواجه خلال 10 سنوات القادمة، تواجه أكثر جفاف تطرفا في طول تاريخ الإيراني، وهناك حديث عن موجة من الهجرات من المناطق الصحراوية في إيران. لو عرفنا بأن حوالي 30% من مساحة إيران صحرائية، سوف يهاجروا إلى المناطق التي فيها شيء من المياه، وهذا قد يخلق قضايا، مسائل اجتماعية، خلافات، اصطدامات، لذا من الصعوبة بمكان أن يصل عدد سكان إيران إلى 150 مليون حسب ما أراده المرشد، لأسباب طبيعية جغرافية وعوامل اجتماعية إنسانية التي لا ترغب في الإنجاب في داخل إيران. نعم، وهذا أيضا يضيف المزيد من التحديات في الوقت اللي الدول النامية تحاول أن تشجع السكان على الاكتفاء بطفل واحد أو تحديد النسل. إيران نراها تشجع على الإنجاب أكثر، هذا أيضا ألن يخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وأعباء بالنسبة للدولة الإيرانية؟ هذا ما تحدث عنه كثير من الخبراء الإيرانيين في مجال السكان والنمو والتنمية البشرية في داخل البلد. في بلد يعاني من البطالة وتدني الخدمات، وهناك كثير من الإمكانيات الرفاهية الاجتماعية غير موجودة، كيف يمكن أن يعمل البلد على ارتفاع عدد السكان وهو غير مهيئ لهذا؟ ولا يمكن أن تهيئ الخدمات الاجتماعية من خلال قرار فوقي يتم إصداره من قبل المرشد بأنه هيئوا. من أين يهيئوا البلد؟ هو يفتقر لهذه الأشياء ويفتقر لاستيعاب 150 مليون من السكان. طيب،
حدثني عن الهجرة التي تحدثت عنها بالنسبة للإيرانيين، وفي الجيل الجديد من الإيرانيين نراهم ليسوا كسابقيهم الأجيال السابقة أكثر تشبثا بثوابت الثورة الإيرانية. إذا ألقينا نظرة إلى عدد سكان إيران في 1979 عندما انتصرت الثورة الإيرانية، عدد السكان كان 35 مليون، اليوم عدد السكان 80 مليون، يعني 45 مليون من الإيرانيين لم يعيشوا الثورة، إنه عاشوا النظام، لذا من الطبيعي بأن يكون انتماءهم إلى الثورة ليس بذاك المستوى المطلوب، ولا وبل كثير منهم لا يؤمنون لا بالشعارات الثورية ولا حتى يعتقدون بشيء اسمها ثورة في إيران. نعم. أشكرك شكرا جزيلا مسعود الفك، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.